يسعد لي كل اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله كلياتكم تكونوا بخير وصحه وسلامه وانتم عم تتفرجوا على فيديو اليوم. واهلا وسهلا بكل الصبايا الجداد اللي انضموا لقناتي من وين ما كنتوا بتتابعوني. اشتقت لكم كثير كثير، انا من زمان ما طليت عليكم لما جيت من تركيا، ولسه عندي في فيديو ما نزلته. رمضان هيك شوي صعب الاكل، والولاد كمان كانوا بالبيت، صارت عطله المدارس، لهالشي حبيت انه اطلع عليكم بعد رمضان باذن الله. اي والله صبايا، اللي باوروبا بيعرفوا انه من شي تقريبا اسبوعين هيك تبعتي رابط الشيئين لحدا رح تربحي 150 يورو، بس مو مصاري، رح يصيروا برصيدك على حساب الشيئين. وانا من لما كان لعبه التيمو بصراحه انا ما كنت بلعب فيها، ليش؟ لانه تبعتي لحدا والعالم كثير بينزعجوا بصراحه، لانه انا كمان كنت بنزعج، كان بيجيني روابط باخر الليل، ولهالشي ما حبيت انه اشارك فيها. بس اختي وسلفتي هن اثنيناتن كانوا بالجروب وهن ربحوا، بعدين انا هيك شوي كانه غرت منن مشان انه ما ابعت لحدا بصراحه، وكان لازم نبعت لشي قرابه 30 شخص، ولازم حساب الشيئين ينفتح على تليفونين جداد. لهالشي كان كثير شوط صعبه، وجارتي شجعتني قالت يلا انت نزلي نحن راح نساعدك. والله ما كذبت خبر، نزلت الرابط وبعدت اول شيء لجوزي، قلت لجوزي انت كمان ابعت لكل الشغيله اللي عندك وخلي الشغيله يبعثوا لرفقاتهم كلن يفتحوا هذا الرابط. ما دل حدا كان رقمه عندي وما بعثت رابط الشيئين، والعالم اللي ما كنت بحكي معه الواتساب حتى بعثت لهم، كنت ابعث الرابط لحدا ما كنت بعرفه هيك انه خوش بوش مع بعض، كنت احكي لهم انه هذا الرابط لاختي ممكن تفتحوا لي اياه؟ اي والله. واللعبه بتاخذ معك 24 ساعه، وانا ساعه تقريبا 11 الصبح نزلتها، كان معي وقت لليوم الثاني، بس انا ما عملت شغله بالبيت، كلني قاعدة على التليفون وعم برسل هالروابط. والمشكلة العالم كانت عم تلعب هاي اللعبة بجروبات، ما بيصيروا انه يفتحوا الرابط اللي عندي، كل تليفون لازم يفتح رابط شيئين بس مرة، يعني خلال 24 ساعة، وهن مجبورين انه يفتحوا لحدا تاني، مو مجبورين يفتحوا لي. الحمد لله بنفس اليوم الساعة 11:30 ربحت 150 يورو، وبنفس اليوم كمان طلبت، يعني ما نمت، خفت انه معقول هذا الشيء صح، طلبت 150 يورو ومبارحه وصلوني، وانا حبيت انه افرجيكم كل شيء وصلني. انا دائما باخذ من شيئين، بس هاي اول مره هيك بشعر بالسعاده، ليش؟ لانه بلا مصاري ببلاش يعني. يلا هلا خليني افرجيكم عن قرب كل شيء، وبعدين راح انزل روابط الشغلات اللي انا اخذتها، اذا حبيتوا انتم كمان تشتروها انا راح افرجيكم، لانه زبطتها كلها على الطاوله. هلا انا شفت كم قطعه، بس حبيت انه هيك نفتحها مع بعض ونشوفها. خلينا نبلش. اول شيء هذا الفستان قماشته كثير كثير هيك ثقيله وكثير حلوه بصراحه، وعجبتني كثير هاي الحركه. هذا اول فستان وقماشته كثير كثير بارده هاي، والله هاي كمان انا طلبت كل الفساتين الطويله، هاي فيها حركه هون على الصدر بيجي مثل زرار. هذا كمان فستان ثالث، وهذا كمان كثير عجبني، بس ما بعرف كيف راح يكون على اللبس. بس بصراحه هاي المره انا انصدمت من القماشه النوعيه، يعني كثير كثير نوعيتهم هيك ثقيله. هلا الفساتين في منن مثلا مثل هذا الفستان بيجي موديله هيك على الصدر شوي واسع، لهالشي انا بطلب دائما 36 36. في فساتين ثانيه اذا بتكون هيك على الصدر ضيقه بجيبها 38. هذا كثير حبيت على الصبية اللي بتعرض التياب، يعني على الشيئين. هلا هن كثير كانوا حلوين للرمضان، بس معلش كمان ما بيأثر. هلا الحلو فساتين الشيئين
انه الموضه اللي بتلبس الثياب هن طوال وبيجوا الفساتين شوي هيك خسار عليهم، بما انه انا مو كثير طويله مو قصيره بس مو طويله، بيجوا فساتين على قياسي هيك على الضبط. بس هذا الفستان الاخضر بيجي هيك شوي محير مثل ما حكينا الصبايا، اذا القبه شوي مفتوحه بصراحه انا ما بلبس هيك، بلبس هيك تحت بطني. هذا كمان راح ما بعرف، بسوريا كان فيها كتير شغلات ما كنا نلبسها، يمكن كنا صغار لما كنا بسوريا، بس هلا هون نفس الموديلات. يعني بس هيك شفت هذا الموديل تذكرت القلابيات اللي كانوا بسوريا، شوفوا هون الحركة. هلا هاي القطعة الصبية كانت لابسته وتحتها هيك كعب، بس أنا راح ألبسه أكيد بالبيت. وهلا هذا الفستان انا على الاساس كنت اخذه لون الكحلي الغامق، بس ما بعرف اجاني كمان لون احمر. هلا هو كان كتير حلو على العارضه، بس ما بعرف القماشه هيك ما عجبتني، وكانه هيك ضيق مو حلو لا للبيت ولا للطلعات، بصراحه ما عجبني، مو مثل الصوره اللي هفلوا قلبي هيك بيقولوا يعني. وبقى اجاني لونين بالغلط، بس اقدر كمان ارجعه، بس كأنه هذا اللون أحلى من القرمزي. وهي كمان سلة الثياب هيك القماش تجي، طلبت 3 بيجامات. هذا كتير كتير كان حلو على الموديل، وأنا كتير بحب هيك نوعية من القماش وهيك موديلات، يعني مثل الموديلات الكوريات كتير بيجي حلو على اللبس، بس كتير مجعلك بصراحة. شوفوا بدها كوي، بس هلا هو أنا أخذت قياس M. شوفوا على اللبس كيف حلو وناعم، انا ما راح افرجيكم هذا على اللبس لانه هيك شوي بيجي بريفات بصراحه. وهاي كمان بيجامه نوم. هاي قطعتين بيجامه. بيجامات النوم كتير مريحين وقماشهم كتير حلوه، انا اخذت قبل هلا من شيئين كتير بصراحه، هذول من هالخام كتير يعني مريحه فيها. وشوفوا هاي بيجي مثل الروب بس قصير شوي، قصير يعني مو روب طويل. هذا كمان كتير حلو وعجبوه. هاي كمان اظن موديلها هيك على الموديل كوري. لونه كتير حلو ان شاء الله يجي عليه. والكمان الحركة من هون كتير حلوة. ايوا كرمكم الله، هذول تنتين للصيفيه. شو ضل عنا؟ ضل عنا جاكيتين. هلا انا اخذت جاكيتين للشتويه، اثنيناتهم نفس الموديل ونفس اللون كمان، بس واحد بيجي كتير طويل مثل المانتو، والثاني بيجي جاكيت يعني مو كتير طويل يعني نورمال. هلا انا بعرف انه جواكيت الكتير طويله ما راح يلوق لي، ليش حكينا؟ ما قلت انه انا قصيره، قلت انه انا مو كتير طويله. جواكيت هذول بلا سحاب، هلا هون بيجي كتير محشية، بس كمان اختي اشترت مثل هالجواكيت من شيئين، شي شهر هيك انفشوا شوي وصاروا صاروا هيك منح يعني. هلا خلينا هلا نلبس وافرجيكم.
وهلا هيك بنكون وصلنا لاخر فيديو. بتشكر كل حدا حضر الفيديو للاخير، واذا عجبكم الفيديو يا ريت لا تنسوا الاشتراك وتحطوا لي لايكات حلوين مثلكم، وتفعلوا زر الجرس لانه زر الجرس كتير مهم. وحط لكم هون حسابي الانستغرام، بحبكم كتير. باي باي.